بسم الله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم. شنو همهم؟ شنو قصدهم؟ إلى أين يكون سعيهم؟ ما شنو هدف هذا السعي القبيح؟ اللي ما يجمش يوصل للنبي عليه الصلاة والسلام اللي وعده الله سبحانه وتعالى بالفضل العظيم وبالرحمة الواسعة، وكذلك بقوله سبحانه وتعالى: والله يعصمك من الناس. شوف المقام الفريد الذي اختص به ربنا سبحانه وتعالى نبينا القائد العظيم عليه الصلاة والتسليم. نعود بفضل الله، والعود دائما أحمد، لنا نعود على ملة نبينا عليه الصلاة والسلام.